كيروش مش هنختلف عن كونه ان هو مدرب مخضرم كده كده مخضرم وعنده تاريخه. حضرتك في وسط كلامك كنت بتقول ان هو عنده فكر وعنده فلسفته. برغم كونه مخضرم وصاحب فكر وفلسفه، لكن كتير من الناس شافوا ان الفكر والفلسفه دي مش واضحه قوي في الكام ماتش يعني اللي لعبهم هو المدير الفني. في ناس بتقول اه هو عنده ما يثبت ان هو مدرب دسم، لكن الدسامه دي مش متحققه عفوا لغايه دلوقتي. احنا بعد ماتشين ليبيا والماتش اللي فات، والله اعلم هيحصل ايه في ماتش النهارده. برضو كتير جدا من الاهلاويه وكتير جدا من الزملكاويه وكل الناس اللي معنيه بمنتخب ومؤازره وتشجيع منتخب مصر بيتكلموا على ان هو ليه فكره مش واضح، هو ليه بيغير البوزيشنز بتاعه اللعيبه اللي معروفه ان هي في احسن حالتها وهي في الاماكن دي. طيب غير مره واتنين، هو ما خدش باله ان التغييرات دي لم تؤتي ثمارها. عايز اقولك باختصار ان في ناس قلقانه في ضوء اللي شفناه قبل كده، مش مطمنه قوي للي جاي، اخده في الاعتبار ان احنا اللي قابلناهم لغايه دلوقتي مش هم الفرق الاتقل، مش هم المنتخبات الاكثر ثقل. فانت شخصيا شايف ايه يا كابتن احمد؟ اكيد كلام حضرتك مظبوط طبعا. يعني انا شايف ان هو يعني احنا حتى الان لعبنا ليبيا وهي كانت الاول ومتصدره، كنا متخيلينها افضل يعني المنتخب قوي وليه ثقله، لكن للاسف انا لقيت ان هو لا، احنا مصر فرقه كبيره جدا او منتخب قوي جدا، قدرنا نكسب المباراتين سواء على ارضنا 1-0 او خارج ارضنا على ارض ليبيا 3-0، ادينا اداء كويس. يمكن في المباراه الثانيه اكتر، المباراه الاولى كانت مش بالافضل، المباراه الثانيه كانت ما هي النقطه دي يا كابتن احمد هي اللي تحديدا عايز اقف عندها برضو تاني. وبرضو هسيبك تسترسل في الاجابه. احنا في الاول في الاخر طبعا من كل الاحترام للمنتخب الليبي والشعب الليبي، يعني لا غبار على الجزئيه دي، بس في الاخر ليبيا اذا ما قورنت بفرق من عائله نيجيريا والسنغال وكاميرون والساحل العربي فهي في العادي يعني في المعقول، هنقول مستواهم او حجمهم في المعقول. مش ليه احنا كنا يعني اللي هو بنامل قوي ان احنا نفوز في مباراتي ليبيا؟ هو مش ده العادي؟ هو مش ده المفروض ان ده بدايه كلام عن منتخب الفراعنه بتاريخه؟ اكيد طبعا، لكن هو طبيعي ان انت المدرب لما بيجي بياخد وقت شويه لما بصمته بتظهر على الـ على الـ على الارض الواقع. يعني انا شايف ان مستر كروش مش هيجي النهارده، كان من يومين ثلاثه عندنا منتخب مثلا مهزوز شويه، دلوقتي جه بقى منتخب سوبر هيرو. يعني اكيد طبعا بيبقى في مراحل وفي عمليه انتقاء وعمليه توظيف وعمليه رؤيه من المدير الفني لبعض المراكز الموجوده على ارض الواقع يعني او ارض الملعب. انا شايف ان هو الفتره اللي جايه هيكون الامور افضل لو في تجمعات اكتر، وبدا مستر كروش يعمل شغله هو او طريقه اسلوب او اسلوبه هو الفني ويقدر يفرضه على مجموعه اللاعبين الموجودين. واختيارات مستر كروش يعني للاسف انا شايف ان هو يعني مثلا ممكن تلاقيه بيجيب حد كويس، بس بيبعد حد برضو يعني عدم استدعاء مثلا واحد زي رمضان صبحي. برضو ده برضو يعني انا شايف رمضان صبحي لعيب جيد جدا كان يقدر يؤدي في المكان اللي هو الوينجر ده بشكل افضل. انا شايف ان في واحد زي احمد سيد زيزو برضو نفس الكلام، لعيب جيد جدا. شايف ما ضمش ممكن احمد رفعت من الموسم اللي فات ماشي، ومن مواسم قبل كده كان لاعب جيد جدا سواء في الاتحاد او في المصري وحاليا في فيوتشر وكان بيقدم اداء كويس، برضو ما انضمش. شايف في لعيبه برضو تقدر تضيف في اماكن الوينجر ده ما انضمتش بشكل كويس، او وتم الاستعانه بمحمد شريف في المكان ده. فانا شايف انه في برضو يعني حته عدم يعني ايه، انا شايف انه يعني مش الاختيارات جيده، يعني الاختيار انا لما بختار محمد شريف فشيء جيد، لكن توظيفه هو اللي مش جيد. يعني انا لازم احطه في المكان اللي يقدر تكون فاعليته فيه اكبر، فهي دي النقطه. لكن انا نقطه انه في ليبيا المفروض ان انت كمصر كتاريخ لازم كنت تقدر تعمل الاداء الجيد ده والنتيجه الجيده دي في ظل وجود اي مدير فني تاني، لان مصر بقيمه اللاعبين وبقيمه تاريخها الكبير اكيد تقدر تعمل مباريات كبيره قصاد منتخبات في مستوى ليبيا. اما اللي احنا بنعمل ليه ان احنا الفتره اللي جايه ان هو يقدر يعمل منتخب او يعمل توليفه كويسه او يعمل تشكيله كويسه لمنتخبنا الوطني، عشان انت هتقابل ليفل اعلى الفتره اللي جايه منتخبات زي الجزائر، ولو انت تصنيف ثاني او تصنيف اول ايا كان هيقابلك برضو منتخبات العشر منتخبات اللي جايين دول او اللي هم تاهلوا خلاص او اللي هيتاهلوا خلال بعد مباريات النهارده. يمكن عندنا السنغال والمغرب وعندنا نيجيريا، لسه نيجيريا ولسه الجزائر ما وتونس تقريبا لسه ما تاهلوش بشكل رسمي. لكن انا شايف ان المنتخبات دي لو صعدت او لو تاهلت للمرحله الاخيره انا شايف ان الليفل مختلف تماما عن المجموعات.
فاكيد انت لازم تكون محضر بشكل كويس. ولكن اللي بيخليني انا يعني مطمن شويه ان احنا عندنا فتره كويسه الفتره اللي جايه، وعندنا كاس اللي هو كاس البطوله العربيه، كاس كاس اللي هو كاس البطوله العربيه او بطوله كاس العرب. في البطوله دي اكيد هيتم يعني الوقوف على 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 بعض الاماكن او التوظيف الجيد لبعض اللاعبين وانتقال اللاعبين بشكل كويس، زائد ان احنا عندنا لسه قدام شويه كمان البطوله الافريقيه. فانا شايف ان احنا قبل وصولنا لكاس العالم ان شاء الله هنكون وقفنا على او يعني المباراه الفاصله اللي هي ذهابا وايابا، هيكون ان شاء الله وقفنا على التوظيف الجيد للاعبين، وفي نفس الوقت التشكيله الاساسيه. في نفس الوقت احنا عندنا اثنين برضو مش موجودين حاليا، عمر مرموش وتريزيجيه، يعني ربنا يرجع تريزيجيه بالسلامه، اكيد بيعمل جبهه كويسه جدا جدا مع قصاد صلاح الناحيه الثانيه. يعني لسه المنتخب برضو قادر يكون افضل الفتره اللي جايه ان شاء الله لما يكتمل بشكل كويس، ولما يعيد توظيفه مستر كروش بشكل جيد، ولما يشوف اللعيبه قدام عينيه بشكل افضل اكيد، ويعيد توظيفهم او ترتيب ادوارهم الفنيه داخل الملعب بشكل اكبر. نتمنى ده يحصل. الله، انا عاجبني جدا التفاعل عند حضرتك.